بالطبع هم يعرفون، أليس كذلك؟ طبعا طبعا. من هنا نبدأ. نعم، أنا أعتقد بأن إيران عندها معضلة استراتيجية، عندها عقدة استراتيجية. فأولا إيران تعاني، خل بالك من التعبير هذا، تعاني من تفوق عسكري على الجوار في الخليج، لأن التفوق العسكري يا أسامة قد يتحول إلى مشكلة، خاصة إذا لم يكن هناك مجال لتوظيف هذا التفوق بطريقة علمية. إيران تعاني من التفوق العسكري، وهي متفوقة عسكريا على جوارها، على دول التعاون، على الجزيرة العربية. هذا التفوق العسكري جعلها تلقائيا تذهب إلى التوسع، ولذلك إيران اليوم بتحتل أراضي عربية أكثر من إسرائيل. إسرائيل تحتل فلسطين، صح ولا لا؟ صحيح. فلسطين، مساحة فلسطين 23,000 كيلومتر مربع، كبر الكويت، مثل الكويت ترى. هل تعلم أن إيران تحتل الأحواز العربية؟ هل تعلم أن مساحة الأحواز العربية 342,000 كيلومتر مربع؟ يعني 16 فلسطين. لا نتحدث نحن العرب عن الأحواز للأسف، ومنذ 48 ونحن نتحدث عن فلسطين دون أن نفعل شيئا حتى لفلسطين. هذه واحدة، هذه نقطة مشكلة عند إيران. نعم. التفوق العسكري الذي يدفعها دفعا للاحتلال والتوسع، فهي احتلت الأحواز منذ سنة 1925، ومساحة الأحواز 342,000 كيلومتر مربع، كبر فلسطين 16 مرة. النقطة الثانية اللي بتعاني منها إيران أنها تحس وتشعر بالعزلة الثقافية عن المنطقة. نعم. لغة ودينا. ودينا؟ ودينا، نعم. لأن التشيع أنا لا أعتبره مذهب إسلامي، أنا أعتبره دين آخر. يعني من يتبحر ويقرأ مصادر التشيع، يعني من الكشي إلى ابن بابويه إلى الطوسي إلى الكافي المجلسي إلى الكافي الكليني إلى 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 الطبرسي إلى مجموعة هائلة من المصادر اللي أنا تفرغت للقراءة فيها لمدة 3 سنوات لا أقرأ إلا هذه. يعني أكاد أجزم بأنه هذا دين آخر، يعني دين آخر. ولذلك أنا لا أتردد في القول بأن إيران تعاني من عزلة ثقافية تماما كإسرائيل. إسرائيل لغتها عبرية ودينها يهودي، وتشعر بعزلة عن العرب. صحيح. إيران عندها لغة فارسية ودين آخر اللي هو التشيع، وتشعر بالعزلة عن هذا البحر السني المتلاطم الممتد ما بين موريتانيا إلى جاكرتا. هذه عقدة ثانية، العزلة الثقافية. المشكلة الثالثة التي تعاني منها إيران هي الكراهية التاريخية للعربي. أنت لو تقرأ الشاهنامة، نعم، اللي هو يعني إنجيل القومية الفارسية اللي كتب فردوسي، ماذا يقول عن العرب؟ وكيف يشرح الشخصية العربية؟ وكيف يعني يصور الشخصية العربية؟ أعطيك مثل، يعني يقول كيف نسمح لهذا العربي
آكل الجراد الذي يشرب أبوال الإبل ويستحم بأبوال الإبل، يأتي إلينا هنا باسم الفتح ويفتح ويقضي على عرش كسرى. نحن لا، احنا تف عليك أيها الزمن، يقول فردوسي، يقول تف عليك أيها الزمن الذي سمحت لهذا العربي آكل الجراد شارب أبوال الإبل أن يأتي إلينا هنا ويدعي فتح فارس، بينما عندنا يقول الكلب في إصفهان، كلب يشرب في إصفهان من الماء البارد الزلال. ولذلك هذه الكراهية التي نطق بها يعني منذ سنة ونصف مصطفى بادكوبه اللي هو شاعر إيران الحال، يعني نزار قباني إيران الآن، مصطفى بادكوبه الذي ألقى قصيدته أسئلة إلى الله، الذي قال فيها في سنة 2013 توها من سنة ونص يعني في بلدية همدان، قال يا رب يا إله العرب، ما يقول الله، يا إله العرب أنا تهددني بأنك ستلقي بي في جهنم. هذا مصطفى بادكوبة، أنا ما عندي مشكلة أنك تلقيني في جهنم، ولكن عندي مشكلة واحدة في الموضوع هذا، وهو أني أطلب منك وأرجوك ألا أسمع حرفا من اللغة العربية في جهنم. سبحان الله، يعني لأني لا أستطيع أتحمل جهنم، نعم، لكن لا أستطيع أن أسمع حرف من اللغة العربية في، شوف كراهية، شوف الكراهية الباثولوجية المرضية الذي يعاني منها الفارسي إزاء العرب. هذه العقد الثلاثية، تفوق عسكري، عزلة ثقافية، كراهية تاريخية، تدفع إيران لهذا السلوك الذي نراه في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان، والحبل على الجرار، الحبل على الجرار. يعني أنت تابع ما تصدره وكالات أنباء مهر على تسنيم، على طهران، على بارس، على، وشوف شنو يكتبون عن المنطقة، يعني حتى تعرف إنه هؤلاء فعلا يعانون فعلا من أمراض ثقافية كبيرة. يعني نعم، على ذكر مهر، هذه الوكالة الرسمية، نعم، بين يدي الآن هذه الورقة التي أعطاها لي منذ قليل الدكتور نبيل الحيدري. وكالة مهر تقول للعراقيين: توحدوا معنا واتركوا العقال والدشداشة وثوب العروبة المزيفة. يعني سنأتي إلى المسألة العراقية والنوايا الإيرانية تجاه العراق، لكن هذا الخطاب يعكس ما قلتموه. نعم، يعكس مراهقة سياسية ويعكس عقدة تاريخية. يعني هؤلاء لا مكان للحوار معهم. مراهقة سياسية، نعم، أم بدائية، أم طمع، لا، تمكنوا وأصبح الآن بأيديهم أن يفرضوا الأمر الواقع. جزء منا مراهقة سياسية، يعني أنت تستطيع أن تفرض على أمم أخرى سيطرتك بس بطريقة يعني مستقبلية. نعم، الخشونة الفارسية في التعبير وال 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 والوحشية في الاقتلاع، يعني انك تقول حق العراقي قطع قالك وقط دشداشتك والعروبة المزيفة، لا، من تقول لمن؟ تقول للعراقي الذي هو كان في وقت من الأوقات البوابة الشرقية للعروبة. نعم، يعني انت تخاطب شعب اللي هو الشعب العراقي من المستحيل ان يتخلى عن عروبته. هذا دليل جهل في السيكولوجي العربي. العربي مهما يكون مهزوم يا أسامة إلا أنه لا يتخلى عن كثير من الثوابت عنده، ومن الثوابت العروبة،
والحرف العربي. ففي مهر هناك جهالة وجهل بالعربي اللي في العراق. طيب ما زلنا